أحد الأخوة يقول: ما مقدار الحجاب الوارد في الكتاب والسنة؟ هل هو أن المرأة عورة إلا وجهها، أو أن المرأة يجب عليه تغطية وجهها وجميع وجهها إلى آخره؟ العورة تكون المرأة كلها عورة، وجهها وقدمها ورجلها ورأسها كلها عورة. الواجب عليها الستر عن جميع الناس ما عدا المحارم في الداخل والخارج، حتى في بلاد الكفر. بعض الناس اذا سافرنا الى اوروبا او كذا لا باس، الغلط الحجاب عن الكافر اولى واعظم من الحجاب عن المسلم. الواجب الحجاب في بلاد الاسلام وفي بلاد الكفر. واذا دعت الحاجه، اذا كان مثلا الستر يمنعها من الرؤيه، تجعل لعينها شيء، فتح العين فقط او العينين لا باس، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، تجعل فتحة حتى ترى طريقة، ما تمنع من الطريق. وإذا كان ترى الطريق من دواء من دونه وراء الحجاب الحمد لله. تقول عائشة رضي الله عنها حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعد عنا كشفنا. المرأة إذا كانت وحدها وبين النساء تكشف، وإذا كانت بقرب الرجال سدلت جلبابها وخمارها على وجهها ولو كانت محرمة حتى يبتعد عنها الرجال. نعم. من باب أولى، غير الحج من باب أولى. نعم.